اهلا بكم. بلا شك هناك جميلات في العالم كله خصوصا بقى في مصر يطلق عليهم صاحبات الجمال الخالد، بيحافظوا على جمالهم. يعني مثلا نيلي جميله سنين من طبعا ربنا يديها الصحه وهي شاب على طول يعني، بس محافظه على الجمال الخالد. الفنانه الجميله ليلى فوزي برضو نفس الكلام، الجمال يطلق عليها هذا المعنى يعني. الفنانه الجميله ليلى طاهر نفس الحكايه، تلاقي ايه سنين عدت سبحان الله. الاعلاميه الجميله نجوى ابراهيم يعني يعني رمز رائع للجمال. الجمال الخالد صعب مش سهل، ودي جينات على فكره يعني، يعني في ناس عندها برضو حاله جينيه. من ضمن برضو الحاجات اللي تقلق الست ان جمالها يبقى فيه ديفوهات، حالات سوداء، تجاعيد، مش عارف تجاعيد في الايد، ايه حاجات كده زي كده. عشان كده النهارده هنفهم في حلقه مثيره جدا ومهمه جدا ازاي الست تحافظ على الجمال جمالها ويظل جمالها مستمر، او اذا ما كانش عندها بقى قدره انها تبقى عندها الجمال الخالد ازاي تحول فعلا او تعمل تكنولوجي وتلجا ليها فتبقى عندها درجه من درجات الجمال الممتده عبر السنين. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفتي العزيزه عليا جدا، قيمه مميزه جدا واضافه كبيره جدا في عالم الدكتور، بلا شك تساعدني ولها جمهورها الخاص انا عارف ومتاكد من كده، ومشاهده نسبه مشاهده من اعلى نسب المشاهده في برنامجنا بلا شك. ضيفتي العزيزه هي الدكتوره مروه رحاب، استشاري امراض الجلديه والعلاج بالليزر، عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه للامراض الجلديه. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا دكتور. منوراني. الله يخليك. ليك نسبة مشاهدة عالية جدا وليك معجبات لي. كثيرات معجبات ليه مش عارف يعني برضه يعني وطبعا كل اللي هنقوله على الستات يتقال على الرجالة برضه عشان برضه ايه الناس تفهمنا صح. الهالات السوداء مشكلة المشكلة الصعبة. المشكلة الصعبة المشكلة الصعبة ليه بقى؟ لأن حتى بعد العلاج هي بتتحسن بنسبة كبيرة إنها مش بتروح 100%. دي النقطة اللي احنا لازم بنعرفها للناس، عشان كده بنقول المشكلة صعبة. دي حاجة. الحاجة التانية الجلد اللي تحت العين ده بيبقى حاجة رقيقة جدا، فده مراية للجسم، يعني مفيش هالات سودة بتطلع إلا لما بيكون في مشكلة عضوية أو سبب عضوي غير مسببها. عشان كده لازم بنعالج الأسباب اللي مسببة الهالات السودة وبعد كده بنعالج الهالات السودة. فدي عشان كده بنقول العلاج الصعب، لأن احنا بنخش في قصص تانية. تمام. إيه الأسباب؟ الأسباب أول حاجة ممكن يكون جيناتك وراثي. يعني مثلا تيجي بنوته او ولد تلاقي باباها مامتها نفس الشكل ونفس المنظر. دي بنسموها الباندا ايز، اللي يعني عينيهم تبقى شبه الباندا. والله حلو. اللي هو كانهم لابسين نظارات. عارف الباندا. تمام. فتلاقي الاب او الام نفس الشكل. ده سبب. الحاجه الثانيه الناس اللي احنا قلنا ان ده جلد رقيق جدا او خفيف جدا بيبين الديفوهات اللي في الجسم. ممكن الناس اللي بتدخن كتير، ده طبعا ثاني اكسيد الكربون تحت العين. تمام. الناس اللي مرهقه، الناس اللي بتقعد فترات طويله قصاد شاشات الكمبيوتر او حاجه فبتعمل تركيز جامد، الناس اللي عندها التهاب في السينوسايت في الجيوب الانفيه مزمن، ده لازم السهر. السهر طبعا، ما هو ده كله اجهاد على الجسم واجهاد للعين. الناس اللي عامله دايت فترات طويله ودايت مش صحي، يعني ممكن اكون عامله دايت بس دايت صحي ودايت مش صحي. الناس الانيميك، الناس اللي عندهم نسبه انيميا عاليه. في بقى حاجه مهمه قوي قوي الناس مش تاخد بالها منها، الناس اللي هم عينين الكبد. يعني في ناس بتتشخص ان هم عندهم مشاكل في الكبد عن طريق الهالات السمراء. بس مش كل عين عنده هالات سمراء يبقى عينين كبد. بس يعني احنا لازم بندور في كل الاسباب. يعني لازم ممكن يكون دهون على الكبد، مش شرط ان انا يكون عندي فيروسات او حاجه، ممكن يكون شويه دهون على الكبد عامله لي رفع لي الليفر انزيم انزيمات الكبد، وخصوصا ما كانش عنده وبدأ تظهر عنده. بالظبط. يعني مثلا الراجل عنده طول 30 سنه فات او بنت عندها 30 سنه، طوال 30 سنه او طوال السنين اللي فاتت من عمرها ما كانش عندها هالات سوداء، بدأت دلوقتي بدأت تظهر. بالظبط. ده مش جينات بقى. بالظبط. فدي لازم بنعرف السبب. عشان كده بقول لحضرتك ايه علاجها من اصعب الحاجات، لان انت بتدور على السبب بتاعها. عشان ان انت تمنع السبب فما ترجعش تاني. فعشان كده احنا بنقول علاج. ازاي بقى هنبدأ العلاج للهالات؟ العلاج بقى بيختلف على حسب الحاله. نفترض مثلا جيناتك، جيناتك دي اسهل واحده بتتعالج لان احنا عارفين السبب بتاعها ايه، ده جين وراثي. فعلى حسب بقى الحاله. دلوقتي احدث علاج نازل بنعمل علاج حاجه اسمها العلاج بالكربوكسي مع الميزو ثيرابي او البلازما. تمام. وساعات مع بعض الحالات بندخل الليزر. فكره الكربوكسي ده ايه؟ الكربوكسي ده عباره عن غاز ثاني اكسيد الكربون معالج بدرجه حراره معينه بيخش تحت الجلد.
فبيعمل تنشيط للأوعية الدموية اللي حوالين العين، فيبدأ يشيل السموم أو الويست الموجود حوالين العين في البلاد كابيلاريز أو في الأوعية الدموية، فيبدأ يعمل تفتيح للمكان ده. عظيم. ده الميزو ثيرابي دي كلمة عامة تعني علاج منطقة. احنا قلنا كاربوكسي. الكاربوكسي وبرضه احنا قلنا الميزو ثيرابي بندخل بقى الميزو ثيرابي معاه، فالميزو ثيرابي يعني الكاربوكسي بيحسن امتصاص الميزو ثيرابي فبيحسن النتائج. تمام. في حالات بقى بندخل معاها البلازما او اللي هي الخلايا الجذعيه، دي بنرشحها اكتر في الناس اللي سنهم كبير. هي بتيجي السيدات كبار السن برضه؟ بس بتيجي لهم مع خطوط حوالين العين. مشكله الخطوط اللي حوالين العين دي ان علاجها صعب جدا، يعني لما اجي احقن بوتوكس ببقى خايفه جدا ان انا ازود الجرعه اللي تحت العين، لان البوتوكس بيعمل ارتخاء في العضله فممكن ان ده الجفن يفتح لتحت او يقع لتحت، فبيبقى من الحتت الحساسه جدا، فعشان كده بنرشح لهم البلازما مع الكاربوكسي. ده اسلوب البروتوكول العلاجي بالنسبه لهذه الحاله بالظبط. طيب في ليزر بقى، بس احنا ما قلناش الليزر ليه. الليزر بقى فكره الليزر ايه؟ انا دلوقتي في بعض الناس بيجي لها دكتور ايمن على طول حساسيه في عينيها، فتبص تلاقيها رمد ربيع تهرش كتير قوي في عينيها، فتبص تلاقي سمك الجلد نفسه في المكان ده زاد فعمل طبقه كبيره من الجلد. صحيح. فبنشتغل بالليزر ان احنا بنقلل سمك الطبقه ديت، وفي نفس الوقت من غير ما اذي العين، وفي نفس الوقت بعالج الاكزيما او برجع الكولاجين الطبيعي اللي في الجلد. هل يفرق الليزر؟ طالما قلنا الليزر يبقى لازم بعديه على طول اسالك على نوعيات الجلد والهالات السوداء. في هالات سوداء مثلا في بني ادمه، في انسانه عندها جلد ابيض، في هالات سوداء في انسانه عندها جلد اسمر، في هالات سوداء عند في البني البنيه. هي يعني هي اكيد بتظهر مع الناس اللي بشرتهم فاتحه اكتر، لان بيبقى اللون غامق فبيبقى فرق الدرجه واضح اكتر. ان انا مفيش حاجه معينه، ان انا مثلا ايه بشرتي فاتحه لا انا الهالات السوداء هتطلع عندي، لا الهالات السوداء دي مرايه. مرايه للجسم. طيب هل يفرق اسلوب العلاج؟ اكيد طبعا. من عيان للتاني، يعني مثلا عيانه عندها انيميا او نسبه ايرن او فيريتين، وعلى فكره بيجي لي عيانين كتير قوي تقول لك ايه انا عامله الهيموجلوبين بتاعي كويس، مش شرط الهيموجلوبين يكون كويس. لازم نعمل ايرن ولازم نعمل فيريتين ونعمل فيتامين دي، لان ممكن يكون انت عندك دلوقتي كويس بس عندك نسبه الايرن والفيريتين قليله، فبعد شهر. في فرق بين الايرن والفيريتين. الايرن هو الحديد بالظبط، الفيريتين هو البروتين اللي بيشيل الحديد بالظبط كده. فممكن يكون الديفكت في حاجه فيهم، فلازم تاخدي حاجه تعوضهم. لانك لو استنينا شهر او شهرين هتلاقي نسبه الهيموجلوبين بتاعتك قلت بالظبط. الهيموجلوبين ده تركيز الخلايا الدم الحمراء في البلازما، ملوش علاقه بالخلايا الدم نفسها. فالناس دايما بيحصل فيه لخبطه، يعني اقول لها طب انت الانيميا، تقولي لا ما انا عامله الهيموجلوبين كويس. ملناش دعوه بالهيموجلوبين خالص. اوكي ده حاجه من ضمن الحاجات اللي بنبص عليها، بس في حاجات ثانيه لازم بتتاخد في الاعتبار. حلو قوي. طب انا دلوقتي بدات اعمل علاجات. العلاجات انا فهمت كاربوكسي، هنعيد للناس كاربوكسي اللي هو ايه؟ كاربوكسي ثاني اكسيد كربون معالج بدرجه حراره معينه بيتحقن تحت الجلد. طيب هيفيدني في ايه؟ ان هو بيعمل تحسين للدوره الدمويه. انا المشكله عندي، المشكله في منطقه حوالين العين دي من الحتت اللي علاجها صعب قوي. ليه؟ لان الليمفاتكس او الجهاز الليمفاوي فيها او الدوره الدمويه حوالين العين بطيئه جدا. فعشان كده اي علاجات فيها بتاخد وقت طويل جدا. يعني في ناس تيجي تقول لك انا بقالي 3 شهور ماشي على كريمات للعلاج الصبر، بقالي 6 شهور، مفيش فايده. ما ده طبيعي، لان اصلا تجديد الدوره الدمويه او المنطقه ديت ضعيف. بنيجي نحقن فيلر تحت العين مثلا، في ناس بيبقى عندها السواد ده هي يعني زي في تجويف، يعني الخد نازل لتحت وفي تجويف بين الخد وبين العين، فده بنحقن لهم فيلر. مش اي نوع فيلر بيتحقن، لازم بحقن فيلر الفيسكوستي بتاعته او الكثافه بتاعته قليله، لان مع الوقت لو حقنت حاجه الكثافه بتاعتها عاليه مش بتروح، تاخد وقت طويل جدا على ما انها بتروح، او مش هقول بتروح، يعني عايز اقول لحضرتك ايه، ممكن لو حصل منها مشكله بتبقى علاجها صعب جدا، مش قصدي انها مطروحه. ففي بعض الناس عارف بيبقى في مشكله في الحقن، ودي بتحصل بشوفها مع بيشنت كتير حقنين في مراكز، مش هنقول بقى دكاتره، مراكز تجميل. حضرتك عارف ما هو ده الجديد، بنلاقي ناس حقنه في مراكز تجميل. مراكز تجميل لا نقصد بيها مش مراكز جراحه تجميل، لا مراكز تجميل اللي هي دكتوره مرام مش عايزه تقول يعني صالونات تجميل بالظبط كده، اللي هي كوفرات. ايوه بالظبط كده. فبنبص نلاقي هي حقنه فيلر تحت العين، هي اقتنعت عندهم جرأه انهم يحلوا في العين عادي مفيش مشكله، شفتها والله يعني. ده ناس دي عدت. فبنلاقي ايه، كان عينها دي كان عينها ورمه اطفى، فيعني حقن الفيلر في مكان غلط، فعشان نشيل الفيلر ده مشكله.
الفلتر ده غلطه فيه، بتقعد تكلف العين لا وحوالين العين شهور قاعد بقى قاعد مستني حوالين العين بقى. لو انا مثلا حاطه فيلر انا اعرف ناس قعدت في بيتها بس 6 شهور عشان بالظبط كده، لان محقون في مكان لازم العين ديت بنحط فيلر ليه كثافه معينه وبيتحط في اماكن معينه. فعشان كده بنهتم جدا بحقن الفيلر اللي تحت العين، لازم تبقى عارف النوع ايه ودرجه الكثافه ايه وبيتحقن في الاماكن ايه. تمام. فكره بقى الكربوكسي، نرجع بقى للكربوكسي. الكربوكسي بينشط الدوره الدمويه حوالين العين. فكرته ايه؟ انا بحقن ثاني اكسيد كربون بتركيز عالي بدرجه حراره معينه، هو من المعروف عنه انه موسع. بالظبط. تمام. هي الفكره انه بيرسل اشارات للمخ، نهايه الاعصاب بترسل اشارات للمخ اللي هو طب الحق الحق، ده في هنا مشكله، في ثاني اكسيد كربون كتير. فيبدا المخ يبعث رسائل للاوعيه الدمويه، اشتغل بسرعه فيبدا ان يحسن الدوره الدمويه بسرعه عاليه جدا. عشان كده بنحقن معاه الميزوثيرابي، لان لو حقنت الميزوثيرابي لوحده هتبقى النتيجه بطيئه. هيواجه نفس المشكله. بالظبط. النتيجه بطيئه جدا، انما لما بحقنه مع الكربوكسي بيجيب نتائج سريعه جدا. هي الكربوكسي ده عامل بالظبط زي كده لما بتبعت للمرور الحق في حادثه في الطريق. بالظبط كده. فبيجي يكسحها بقى، افتح يا عم افتح الطريق وسع كده عشان خاطر ايه المسائل تمشي. ده احدث حاجه نازله بصراحه. فكره ذكيه. بنستخدم الكربوكسي في حاجات كتير قوي يا دكتور ايمن، غير كمان الهالات السمراء. يعني دلوقتي بيستخدموه في الاسترتش مارك، علامات التمدد. بنستخدمه ريجوفينيشن. ريجوفينيشن اللي هو ايه؟ تجديد شباب البشره. يعني مثلا يجي لي واحده بشرتها مجهده او جلدها مجهد، ايديها تيجي في الستات اللي هم ربات اللي هم بيشتغلوا كتير في البيت وفي الميه وفي شغل البيت يعني المنظفات، تيجي جلدها ده مجهد او تعبان، لا دي الاسترتش مارك. دي خطوط، دي علامات التمدد اللي بتيجي الناس اللي بتتخن وتخس كتير. او بعد الحمل والولاده، او من الناس اللي بتاخد كورتيزونات لفترات طويله. بتستفيد برضو؟ طبعا بتستفيد. هو الاسترتش مارك طبعا فيه علاجات كتير قوي ليها، من ضمنها الكربوكسي. بس احنا في كذا طريقه للعلاج. في ناس تمشي على كريمات، دي نسبه النجاح من 20-30% ماكسيموم. في حاجه اسمها العلاج بالكربوكسي زي ما احنا الصوره ديت مثلا، بيعمل تحسن من 50-60%. الليزر طبعا ده احسن حاجه، بيعمل تحسن من 90% بالنسبه للخيوط للاسترتش مارك. الاسترتش مارك. بس اما بتجيلي بنوته مثلا لسه ما اتجوزتش، ما فيش حمل، ما فيش كده، على فكره مش هتبان ابدا في الصور يا جماعه الخطوط البيضاء، يعني اعذرونا ما اعرفش الصوره باينه كويس قوي. هي باينه عندهم اكتر من عندنا، هي باينه جول الاستوديو. السكرين دي مش هتبينها زي اللي بره. تمام. بس برضو مهما كانت السكرين، مهما كانت ال سي دي بتاعتكم كويسه، مش زي على الحقيقه. بالظبط. الخطوط البيضاء على الحقيقه يا جماعه شيء بيضايق المريض جدا. بالزبط. اكتر من اللي انتم شايفينه ده كمان. بالظبط، كان الجلد مشقق او مكسر. وخلاص كبرت جدا. بالظبط. الليزر بيجيب نتائج حلوه جدا، بس انا ما بستخدمش الليزر لما تكون يعني مثلا لو جات لي بنوته لسه 20 سنه 22 سنه وعندها ستريتش مارك، وهي تقول لي انا متضايقه منها جدا، اقول لها لا اعملي الكربوكسي ما تعمليش الليزر. طب ليه ما اعملش الليزر؟ لان انت بعد كده مع الجواز ومع الحمل والولاد هترجع لك تاني، فحرام تبقى تكلفه كبيره قوي عليكي وفي الاخر هترجع تاني، فبنرشح لهم الكربوكسي. وفي ناس بنعمل ميكس بالاثنين، يعني بتبقى حاله صعبه قوي وهتاخد جلسات ليزر كتير، لا بنخش على الكربوكسي الاول اللي هو تنشيط للخلايا الكولاجين اللي بتعمل الكولاجين، تخش مثلا 5-6 جلسات وبعد كده في الاخر جلستين بدل ما اخد 6 ليزر. حلوة. فدي بتختلف يعني من بيشنت للتاني. طيب هو كان سؤالي دايما متعلق بعدد الجلسات. انت عارف الله يكون في عونك بتتعاملي مع الستات، والستات عندهم مبدا انا عايز اجي النهارده السحر امشي العصايه فين العصايه؟ العصايه وانت بطبعك انا يعني لان احنا انا اعرفك من سنين طويله يعني من ايام انا اللي كبير هي صغيره ما كنت انت عندك صبر كويس جدا، بس اكيد حكايه ان الناس تفهم ان المساله بتاخد وقت. اكيد. لان يعني انا بشبهها للناس بحاجه بسيطه جدا. نفترض ان الجلد 7 طبقات. تمام. كل طبقه بتتجدد كل 3 شهور. يعني انا عايزه اجدد ال7 طبقات دول، يعني عايزه قد ايه وقت يا دكتور؟ 3 في 7. 3 في 7 21 شهر. سنتين. انا اللي هعمله في سنتين هعمله في 3 شهور. بالكربوكسي او بالليزر او بايا كان. عظيم. فدي يعني دايما انا بفهم البيشنت بتوعي كده. عدد الجلسات بيختلف من حاله للتانيه، وعلى حسب نوع العلاج بتاعها، وعلى حسب استجابه المريض للعلاج. يعني انا ممكن بشوف حالات الاقيها خفيفه جدا، انا في تخيلي انها مش هتاخد اكتر من 3 جلسات أو 4 جلسات، الاقيها لا استجابتها ضعيفه قوي، لا وصلنا ل6. في حالات الاقيها وحشه جدا، اقول لها لا ده انت هتاخدي 10، وسبحان الله الاقيها من تاني جلسه فرق جامد جدا. فدي بتختلف على حسب استجابه جسم العيان للعلاج.
وطبعا درجه الدوره الدمويه مثلا في هالات العين، ولو في مشكله داخليه يعني مثلا لو جالنا عيان يعني انا جالي بيشنت ودي فعلا حصلت، عملنا له الليفر انزيمز، كان عنده هالات سمراء فعلا صعبه جدا، عملنا له انزيمات الكبد طلعت عاليه جدا، عملنا له الفيروس فيه طلع بطن. هاته لي بقى بالظبط كده. خلاص ده بطنه بقى خلاص بطنة ده ما بطنه هيتعالج هو لازم. فقلت له لا ما تفكرش بقى، يعني احنا اوكي هنعالج الهالات السمراء بس لازم تعالج موضوع الليفر الاول. طبعا فده مهم جدا، بس ما يحرمش نفسه ان احنا نمشي مع بعض الاثنين في الاول. بالظبط. طيب على حسب درجه عمق، اللي في ناس عندها هالات سمراء تركت لفترات طويله، مهما كان فتره الترك الفترات الطويله الحل بتغيب الفتره، بس فتره العلاج بتغيب شويه، انما لا في الاخر كله بيستجيب. طيب اسئلتي الجميله بقى، بعد ما اتعالجت البنت وسلمتيها تحت العين رائع جدا جدا جدا، هتحط برضو الكونسيلر، مش اسمه كونسيلر؟ كونسيلر اسمه كده؟ كونسيلر. هتحط كونسيلر وهتحط مكياج من كل الانواع برضو تحت العين تاني؟ ما هو ده هيضر برضو. لا هو الكونسيلر والميك اب اللي تحت العين هو بيداري الهالات السمراء بس بيطلع تجاعيد. هو ملوش علاقه بالهالات السمراء، لكن ما بيعملش هالات سمراء. خطوط، لا بيطلع خطوط كتير، ودي بشوفها مع بنات كتير قوي صغيرين، تيجي تقول لي يعني مثلا عندها 18 سنه 19 سنه وتحت عينها خطوط كتير جدا، دي طبعا بخليها تعمل بلازما على طول او خلايا جذعيه، مش هحقن لها بوتوكس لسه سنها صغير، وبقول لها لا حاولي ان انت تقللي من الحاجات اللي بتحطيها تحت العين. بالنسبه للهالات السمراء لا، طول ما هي ماشيه على التعليمات اللي هقول لها عليها، مثلا عيانه عندها انيميا حاده، طب ما انت لازم تعالجي الانيميا، طبيعي لو انت ما عالجتيهاش او بعد فتره رجعت لك تاني طبيعي ان هيرجع لك هالات سمراء تانيه. ففي يعني كل عيان بيبقى له الانستراكشنز بتاعته او التعليمات بتاعته عشان يحافظ على النتائج. طب الاسمر بالاسمر يذكر. بالظبط. طالما اتكلمنا عن هالات سمراء، في حاجه بقى مزعجه جدا عند ستات كتيره وعلى فكره برضو عند رجاله، هي اسمرار بعض المناطق خصوصا مثلا تحت الاطين بين الفخذين، المناطق الحساسه في الست، تحت في ثنايات عند القوعين، ده شيء بالنسبه للبنات. ما انا هقول لحضرتك بقى ده على حسب حساسيه الجسم. في ناس بيجي لها مع تغيير هرمون في الستات، يعني مثلا مع حمل زي الوكاله في الحمل. تمام، دي ممكن تاخد شويه كريمات وبتعمل جلسات تقشير، ممكن تعمل ليزر، في ماسكات تفتيح كتير. في ناس بقى دكتور ايمن مثلا مع طرق ازاله الشعر بيحصل لهم التهابات جامده فتقلب بغمقان. هل ده عيب في طريقه ازاله الشعر؟ لا هو بيبقى حساسيه جدا. اتكلمتينا على الليزر قبل كده، الليزر الشعر ده حاجه رائعه، ده ما بيعملش مشاكل. لا لا خالص. ففي بعض البيشنت هي جايه تشتكي من غمقان في منطقه مثلا الابط، اقول لها لا لازم تعملي ازاله شعر، بعد ما نقعد نتكلم شويه، طب ليه انا مش جاي؟ لا ما هو انت لازم تشيلي السبب بتاع الغمقان. انا مش معترضه ان احنا نشيل الغمقان، هيتشال، بس انا مش عايزاه مثلا يشال ست شهور وترجع تقولي ده رجع تاني. لا احنا مش عايزين الحته بتاعت رجع تاني، احنا عايزين نعالج صح، نعالج من الاساس، اساس المشكله. فعشان كده في بعض البيشنت تيجي تقولي انا ما بشيل الشعر باي طريقه بيحصل لي التهابات جامده وبلاقي الموضوع غمق اكتر والدنيا باظت، واحط كريمات تفتيح تفتح وترجع تاني. لا يبقى دي لازم هتعمل ازاله شعر الاول. وهي بتعمل ازاله الشعر يا دكتور ايمن المكان بيفتح ليه؟ لان التارجت بتاع ازاله الشعر الخلايا الصبغيه اللي في الشعرايه، واحنا بنشتغل على الشعرايه الجلد برده بيتاثر، بيمص شويه من طاقه الليزر فيبدا يحصل فيه تفتيح. بعد ما بنخلص بنبدا ان احنا نشتغل بقى بماسكات التفتيح او الليزر او ايا كان، في ليزر برده لتفتيح الاماكن الغامقه. فده برضو على حسب كل حاله بيختلف. الكربوكسي بيفيد؟ الكربوكسي بيفتح بس ليه درجات. يعني لو في حاله اللي هو زي ما قلنا مثلا بوست انفلاماتوري اللي هو كان التهاب جامد وقلب بغمقان، ده من الحاجات برضو اللي علاجها صعب. ده لازم ليزر. لازم ليزر. لازم ليزر. حلو قوي. هنا بقى ال 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 اختيارك يفرق قوي، انها تجيلك ولا ربنا يوفقها وتروح لطنط سوسو. بالظبط كده. والله ما طنط سوسو فاتحه جنبنا. ايوه بالظبط كده، بتاعه ميسي سوسو. اما هو فيه تلاقي حاجات كده كتير بنشوفها. مش هتقدر تميز ايه المطلوب. لا خالص. وبيجوا حالتهم اصعب، يعني مثلا تجي لي عرشه تقولي ده انا رحت عملت حمام مغربي عشان جسمي يفتح وقلب غمقان اكتر. ما انت عملتي التهاب، انت جسمك حساس، جلدك حساس، الحمام المغربي ده شال طبقات جامده جدا من الجلد وعمل التهاب جامد في الجلد فغمقتي اكتر. شفتي فيلم اسمه 1-0؟ لا. في فيلم مش متابعه. مش متابعه بس في الفيلم ده في مشهد مهم جدا ل يعني شخصيه المفروض من دورها انها بتروح للستات البيوت وبتديهم كريمات فسببت في تشوه. أيوة. احدى السيدات.
قبضت عليها لا 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 لازم تشوفي المشهد ده لانه مشهد مهم جدا في الجلديه. كانت الممثله الجميله انتصار دمها خفيف، هي اللي بتروح للستات البيوت وبعدين معاها كلمات تقول لها الكريم ده انا جايبه لك من بره وتروح حطها على وشها، فبوظت وش واحده. ففي من ضمن المشاهد الواحده دي طبعا انتقمت منها انتقام جبار. شوف الفيلم، هل ده في الحاله العمليه موجود؟ طبعا اكيد طبعا. ممكن أكيد تتسبب طبعاً. واحده عندها هالات سوداء حاطط كريم غير جيد، المنطقه اللي حوالين العين دي حساسه جدا جدا جدا، والابط واوا الى اخره. انا سؤالي عام، دي بيسموها ايه؟ الاماكن حساسه. تمام. فلازم نبقى حريصين جدا جدا جدا. دلوقتي طبعا في كل الدنيا الكريمات اللي فيها فيتامين سي دي موجوده، يعني ممكن اي حد يشتريها من اي صيدليه. بس برضو ايه المشكله؟ ان مش هتتحسن غير لما تشوف السبب ايه. عشان كده احنا بنقول علاجها صعب جدا. يعني انا ما بيخش لي عيان عنده هالات سمراء، اول ما بيخش يقول لي ده حاجه بسيطه، لا هي مش حاجه بسيطه، انت متخيل انها حاجه بسيطه، بس علاجها فعلا بيتعبنا جدا لغايه ما نجيب نتيجه. وبعد النتيجه هو لازم عليه دور مهم قوي ان هو بقى يحافظ على النتائج دي. التجاعيد وخصوصا مثلا في اليد، انا بالنسبه لي اليد ديت من اهم رموز الجمال ومن الحاجات الصعبه اخفائها. يعني الميك اب، في ميك اب في الوش، لكن الايد هتخبي تجاعيد الايد ازاي؟ تجاعيد الايد بقت منتشره جدا في سن صغير. ديت من الشمس، الناس اللي بتسوق كتير، الناس اللي بتعمل دايت كتير، الناس اللي بتحط ايدها كتير قوي في الميه بالظبط، دي طبعا مع السن. ديت بتختلف برضو من حاله للتانيه، يعني مثلا نفترض حاله زي اللي معانا ديت، دي عندنا العظم بيسموه معرقبه، تلاقي ايديها يقول لك ايديها معرقبه. معرقبه اللي هو العظم باين ممكن يقطع علاقته بيها بمجرد والله انا اعرف واحد بس. فديت بنعمل لها ايه؟ بنحقن لها فيلر. بتحقن فيلر او دهون، حقن دهون. لو هي واحده مليانه او عايزه تعمل تخسيس من مكان ما في جسمها، بنسحب شويه دهون صغيرين من المكان ده وبنحقنها في الايد. او بنعمل حقن فيلر لو هي يعني قلقانه من الموضوع ده، حقن الفيلر بيتعمل في مره واحده وفي الاخر بنعمل لها كاربوكسي عشان نجدد شكل الجلد. طبعا بتفرق جدا. بتوزني يعني ازاي ما بين الكاربوكسي والفيلر؟ يعني على حسب درجه، على حسب درجه الدمج الموجوده، الدمج الدمار بالظبط. يعني الايد على حسب شكل الايد قدامي، في ايد لا اللي هو الجلد بايظ، وفي ناس بندخلها تعمل ليزر. على حسب السمك بتاع الجلد. يعني لو جات لي واحده جلدها ده رقيق جدا، يعني جات لي عيانه بتقول لي انا في، وصف لي صيدلي يعني قال لها مش عارفه عندها ايه كده في ايديها، فقال لها خدي كريم كورتيزون هاي بوتنسي اللي هو اقوى حاجه في الكورتيزون. تمام، هيزود الغماء. قعدت 7 سنين أو 8 سنين تستخدمه، تخيل بقى حضرتك. لا ده 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 كارثه. اولا بياكل الايد، ما بالظبط اللي هو ايه يعني جلدها بالظبط. اللي هو حاجه رقيقه اللي الكورتيزون بيعمل تاكل في الجلد بالظبط. اللي هو بقى الجلد يعني زي بنقول ايه حاجه كده خفيفه. تمام، دي دخلناها ليزر وخلايا جذعيه. لازم قبل ما نعمل اي حاجه لان لازم نرجع الجلد لوضعه الطبيعي، ما ينفعش ان انا اشتغل فيه كده. بعد كده حقنا لها بقى فيلر. بس لازم الاول نعالج الجلد. طيب انا عايز اقول انه واضح ان احنا عالجنا دلوقتي اكتر من منطقه ب كومباينيشن سحري، بتركيبه سحريه ما بين الكربوكسي والليزر و الليزر ثيرابي والخلايا الجذعيه. ده احنا نطقنا الاربع حاجات دول مع بعض. كل انا عايز نحط الاربعه قدامي على المائده وتقولي لي دور كل واحده ايه في التعامل مع الجلد. اصلا بتختلف يا دكتور ايمن، كل حاجه بتعمل حاجه مختلفه تماما. ودلوقتي في كل الدنيا بيعملوا كومباينيشن اللي هو يعني انا بشتغل كل حاجه مع بعض عشان اخد احسن ريزلت. يعني مثلا الكاربوكسي زي ما قلنا بيحسن الدوره الدمويه وبيدخل اكسجين اكتر وبيعمل ريجوفينيشن. الليزر طبعا ده يعني مجال كبير، ده بيشيل طبقات الجلد القديمه وفي نفس الوقت بيبني كولاجين جديد وفي نفس الوقت بينشط الكولاجين والالاستين، يعني بيغير شكل الجلد تماما. الميزوثيرابي ده عباره عن ايه؟ ده احنا زي ما قلنا اسم عام وفي تحته بيندرج حاجات كتير قوي. ده عباره عن ايه؟ مجموعه فيتامينات. كل ما يعالج الميزوثيرابي جزء في الجلد. ده عباره عن ايه؟ المواد الفعاله الاكتيف انجريدينتس، تركيزات عاليه جدا، يعني مثلا فيتامين سي بنسبه 30% 20% 30%، حاجات انا ما اقدرش ان انا احطها في كريم وفي نفس الوقت ما اقدرش اخدها حقن، بتتحقن في المكان اللي فيه المشكله. فكانك خدت، بمثلها للعيان بايه؟ واحد خد مضاد حيوي قراص، واحد خد مضاد حيوي حقن.
بيفرق طبعا بالضبط في التايم في الوقت. تمام. الخلايا الجذعيه دي علاج لخلايا الجلد نفسها، بتعالج اي مشكله او اي ديفكت في خلايا الجلد. هل ممكن الاستمرار بتاع المناطق نفسه يكون معاه ان الخلايا ماتت؟ لا، هو مش بيبقى، هو بيبقى في حاجه اسمها اللي هو هايبر كيراتوزيس، اللي هو يعني في في نسبه كبيره من الكيراتين او الخلايا فلال ديت دي طبقه عامله طبقه كبيره، مش هنقول ماتت عشان الناس بتخاف من قصه ماتت دي. لا هي يعني الجلد ما تخلصش منها. الجلد مش حاجه يعني معناها ان لا قدر الله لا، هو الجلد طبيعي فيه اجزاء منه بتموت وترجع تاني واجزاء بتموت وترجع تاني، ده شيء وارد. بس هو يعني ايه عشان الناس بتخاف تقول لي لا ده الجلد مات بقى وهيوقع وكده. لا، هو بيبقى في طبقات سطحيه من الجلد ديت يعني الجسم ما خلصت منها. فبنبدا ان احنا نحط بقى كريمات تقشير، وبنحط كريمات تفتيح، وممكن نعمل الماسكات بتاعه التفتيح، ممكن نعمل ليزر على حسب درجه الغمقان. انا هسالك سؤال غريب شويه. في رايك يعني في رايك ان اللي شجع بعض الناس المش متخصصين زي مثلا زي ما احنا حكيت لك المشهد في الفيلم، زي وفرات، زي بعض المراكز اللي بيقولوا عليها بيوتي سنترز، يدخلوا في الموضوع، ان بعض البرامج بدات تعمل حوارات طبيه خصوصا في مجالكم تستسهلها تستسهلها، يعني تلاقي برنامج بيتكلم على الموضه فبدأ يتكلم كمان على حاجه سهله، مش يعني شايفها حاجه ايه يعني بشره بالظبط. دي عمل انا في وجهه نظري عايز اسمع رايك في الموضوع ده، هل ده انا بيجي لي حاجات، في حاجات يا دكتور ايمن يعني بتتباع في صيدليات مش طبيه تجميليه، يعني مثلا كريم مرطب، انا ما ينفعش ان انا اروح اخد كريم طبي على اساس انه علاج. يعني مثلا تيجي لي عينه تقول لي ده انا اشتريت براند كذا سمعت عنه في التلفزيون كويس، اوكي ماشي، بس ده مش تريتمنت، ده مش علاج. مفيش كريمات بتتباع في الصيدليات، يعني زي احنا مثلا في هنقول بقى في بره مصر، يعني في حاجه اسمها الاو تي سي اللي هي انت بتخش الصيدليه في حاجات طبيه دي لازم بريسكريبشن، لازم روشته، وفي حاجات انت ممكن تجيبها من غير روشته، وفي حاجات تجيبها من على الرف اي حاجه. فدي مش علاجيه، دي مهمه قوي، يعني انت بتاخد حاجه عشان تعالج حاجه زي كده، لا ده مش مظبوط. انا عايز المره الجايه نوعد مشاهدينا بان احنا عندنا جدول ان شاء الله شعر، عايز امسك بقى من فوق الشعر كده نقعد بقى في كده حلقه هنتكلم على الجلد كله في حلقه، نتكلم على الريجيفينيشن وعاده النضاره في حلقه، عايز اتكلم على العين والانتفاخات بتاعه العين في الضوافر والتجاعيد الشعر في حلقه، نمسك الجلديه بقى كلها كده بالراحه كده حلقه ازاي. والله عايزين جدول كده عشان خاطر احنا داخلين على ايام لازم نحتاج فيها حاجات كتير اكيد طبعا، ولازم الناس تفهم حاجه مهمه جدا جدا، الناس تفهم الفرق بين الحديث العلمي كيف له عمق وفي معلومات دقيقة جدا وأسئلة مهمة جدا، لعل وعسى اللي مش متخصصين يحسوا على دمهم وينسحبوا وما يكلموش في الموضوع ده، لأن دول خلوا اللي بقى لما لقوا على الشاشات ناس مش متخصصة بتتكلم في الحكاية دي وعاملاها هيصة، يعني في برنامج على الموضة نتكلم كمان على الجلدية على إنها جزء من الموضة، فبقت مفيش مشاكل كمان إنه بتوع الكوافيرات يعملوا كمان حقن الى اخره، ما هو يعني ايه اللي في التلفزيون بيعملوا كده، واحنا يعني اذا كان رب البيت بالضف ضارب فشيمه اهل البيت الرقص واللعب، فكله دلوقتي بقى بيتفضل. مظبوط كلام حضرتك. انا بشكرك شكرا جزيلا، وكالعاده لك حضور مميز جدا وليك الجمهور، انا متوقع هيتزايد يوم بعد يوم وسيصل الى درجه كبيره جدا، فكل الشكر والتقدير لضيفتي العزيزه الاستاذ دكتوره مروه رحاب استشاري امراض الجلديه والعلاج بالليزر عضو الجمعيه الامريكيه والاوروبيه للامراض الجلديه، ضيفتي العزيزه اهلا بك دائما في الدكتور. خليكوا دايما معانا مع الدكتور، اكيد احنا نختلف اكيد مش لشيء لان ده شغلنا، احنا ارباب هذه المهنه، نحن الاطباء، ارجوكم ابقوا معنا.